السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا شمعة الخير، إنه اليوم التاسع في رحلة لو كان الحبيب بيننا على طريق الهجرة النبوية الشريفة. طبعا أنا اليوم في ميقات الجحفة، وصلت أمس ميقات الجحفة ونمت الحمد لله. الجو كان مرة حار، ما قدرت أخرج في الصباح ولا الظهيرة. الآن إن شاء الله بإذن الله الساعة 2 راح أخرج من ميقات الجحفة متجها إلى الميقات القديم أو ما سمي فيما بعد بقصر علياء. بإذن الله راح أوصل قصر علياء، راح أعطيكم الأحداث واللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم متجها إلى غدير خم إن شاء الله بإذن الله. راح أبات الليلة في غدير خم وانتظرونا. المسافة تقريبا من هنا إلى قصر علياء 6 كيلو تقريبا، وإن شاء الله بإذن الله نحاول نوصل على العصر، وقبل الغروب إن شاء الله أحاول أخرج من المنطقة الصحراوية. الجحفة القديمة، قصر علياء. غراب المدري البوم، في الطائر البوم ولا ما في المرة ذي؟ طبعا انا الان حاليا في الجحفة القديمة، هذه البناية العباسية التي شهدها العباسيون انذاك، وطبعا سمي بعد ذلك بقصر علياء نسبة إلى زوجة أبو زيد الهلالي علياء. طبعا ذاك الوقت أي شيء كان يتبني بعهد أو أي شيء يكون موجود في عهد أبو زيد الهلالي نسب إلى أبو زيد الهلالي أو إلى زوجته علياء آنذاك. لكن كما يقال المؤرخون أن هذه البناية تعود إلى العصر العباسي، لأن التصاميم أو كذا اللي تشوفونها الفريقة هذه بناية عباسية. طبعا عندما خرج الركب النبوي من وادي قديد والمشلل وخرج وصل الركب النبوي بعد حادث صراف بن مالك رضي الله عنه إلى الجحفة، فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق رحلة الشتاء والصيف عندما كان في مكة يتاجر، يذهب من مكة إلى الشام للمتاجرة، فأشتاق فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طبعا هذه الآية ليست مكية وليست مدنية، بل بين مكة وبين المدينة المنورة، نزلت في الجحفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حزن حزنا شديدا، نزلت هذه الآية. أي معنى
أن الذي فرض عليك القرآن يستطيع أن يردك سعيدا، كما القصة التي حصلت مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس، عندما أتى مهاجر من مكة إلى المدينة فالتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجحفة هنا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء عمه وعمه العباس، وبعد أن أسلم فذهب معا إلى المدينة المنورة كما يقال، والله أعلم. كما تشاهدون هذه الجحفة القديمة، قصر الجحفة، ولكن بلدة الجحفة القديمة في الناحية الثانية خلف هذه الصور. إن شاء الله سنذهب مع بعض بعد أن أعطيكم نبذة بسيطة بخصوص قصر علياء. طبعا قصر علياء مبني من الصخور البركاني كما تشاهدون بالجص المشوي، إلى الآن ما شاء الله صامت. شوف هنا بعض الناس نبشوا المكان، أدري إيش كانوا يدور، الله أعلم، بس أنا متأكد 100% هذا المكان لو كان في أحد الدول حيجوك، يجي واحد يقعد لك هنا يا جني بدك بدي إنك تسلم. حيقعد هنا يقول يا جني بدك تسلم ولا ما بدك تسلم. الثاني ياخذ لك خريطه من خرتيت، مدري خترية، مدري ايش اسمه، يجي هنا ويمشي معاه يقول له هنا في كذا وهنا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله تبارك الله، عندنا في الدوله ما شاء الله في اثار كثيره ما شاء الله، بس ما سوينا الحركات هذه. يقعد يقول للجني بدك تسلم ولا ما بدك تسلم. جماعة الخير، أنا الآن حاليا في بلدة الجحفة القديمة، لقيت بيت واحد، شوفوا بس هنا البيوت الباقية كلها مدفونة، زي ما تشوفون كل البيوت هذه مدفونة، احتمال هذا السوق والله أعلم، لأنه يعني هنا كان هنا وهنا نفس النظام، احتمال هذا السوق كان ما في بلدة الجحفة القديمة والله أعلم، محتاج تنقيب كذلك. هنا أيضا شوفوا هنا، وهذا بيت وهذا بيت، وهذا هو قصر علياء. طبعا قبل الإسلام كان هذا طريق رحلة الشتاء والصيف، وبعد الإسلام أصبح المكان هذا ميقات جحفة للمسلمين، مسمى ميقات الجحفة نسبة إلى بلدة الجحفة القديمة كما تشاهدون، بلدة الجحفة القديمة نسبة إلى البلدة سمي ميقات الجحفة. جماعة الخير، أنا الآن حاليا في بلدة الجحفة القديمة، لقيت بيت واحد، شوفوا بس هنا البيوت الباقية كلها مدفونة، زي ما تشوفون كل البيوت هذه مدفونة، احتمال هذا السوق والله أعلم، لأنه يعني هنا كان هنا وهنا نفس النظام، احتمال هذا السوق كان ما في بلدة الجحفة القديمة والله أعلم، محتاج تنقيب كذلك. هنا أيضا شوفوا هنا، وهذا بيت وهذا بيت، وهذا هو قصر علياء. طبعا قبل الإسلام كان هذا طريق رحلة الشتاء والصيف، وبعد الإسلام أصبح المكان هذا ميقات جحفة للمسلمين، مسمى ميقات الجحفة نسبة إلى بلدة الجحفة القديمة كما تشاهدون،
بلدة الجحفة القديمة هذه البلدة سمي ميقات الجحفة. هنا بعد ما نزلت من الجبل شايفين هذا الليلة الآن متجه إلى اللي هو شو اسمه غدير خم. راح أريح إن شاء الله بإذن الله الليلة المسجد اللي بت فيه السنة الماضية المرة الماضية الرحلة الماضية غدير خم مسجد نظيف وجميل. وقبل شوي سبحان الله قابلت صاحب المسجد جاء سلم عليه الله يعطيه الصحة والعافية وبالغلط بالصدفة سولف معه قلت بروح المسجد اللي قدام واللي صاحب المسجد واحد دق علي وقال ما في مويه في المسجد. سبحان الله شوف على جيتي ما في مويه هو رايح الحين بيشيك على المسجد. يا سبحان الله يا رب لك الحمد بريح فيه ان شاء الله الليله. مسافه اليوم تقريبا ممكن 10 كيلو 11 كيلو او ممكن 12 الله اعلم. بس الجبل هو اللي هد الحيل الحمد لله خير الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا وصلت المسجد الآن زي ما شايفين الحمد لله هذا المسجد سبق جيت فيه تقريبا طبعا في مسجد أبو ناب. هذا المسجد لوحدي عفش هناك أخذ لكم جولة كيف الحياة. هذا خط سريع طبعا هذا جبل هذا مسجد النساء هنا هذا دورة المياه. لوحدي الحياة حلوة. دورة المياه النساء هذا رجال ابو نوير مرة ما شفنا هناك من الناحية هذه اللي هناك. هذا المحراب هنا هذا كيف انا مشغله وهذا المسجد وهذا خط سريع رايح جاي. والله جزاه خير صاحب المسجد اللي حط المسجد هذا قدرت اريح فيه هالليلة في هالمسجد. سعد الله مساءكم بكل خير تذكرون جماعة الخير المسجد هذا اللي قعدت فيه الرحلة الماضية انا وصاحبي وسبحان الله دعينا لصاحب المسجد قلنا جزاه الله خير انه حط المسجد وفك يعني كرب ناس كثير يعني ودهم يستريحون يجلسون وينامون. وسبحان الله في الرحلة هذه انا مع مين؟ مع صاحب المسجد شخصيا. نورتنا والله وبرك الساعة واسعد اللحظات اللي شفتك. لا وبعد ما قصر ما شاء الله جايب الا عشاء الله يعطيك الصحة والعافية الله يبقيك ويرفع قدرك والله. سبحان الله دعيت الرحلة الماضية والمرة هذه وانا مع الرجال الطيب ابو عبد الهادي ابو صقر ابو الهادي كنيا ابو ناب ابو نابي هذا اسمه القبيله ما شاء الله كشخص ابو صقر عبد المحسن عرساني ما شاء الله. مرحبا الف اول شيء ندعي لك ان الله يوفقنا وياك اللي ما يحب ويرضى ويقدمك على خير ويسلمك. قلت لك
فتوصل ان شاء الله اهلك غانم سالم بعد الرحله السعيده. طبعا السفر فيه اشياء كثيره تتعلم منها، الصبر، المعاناه، الامور الطيبه هذه، خاصه برضو الوحده هذه تعطيك سبحان الله بينك وبين نفسك اشياء كثيره تستفيد منها مستقبلك. حياتنا كل يوم تطلع في شمس في مدرسه، سبحان الله. ضروري الشخص الانسان اللي الله اعطاه عقل وعطاه على ما قالوا بيان عطاه، فيبدا يستفيد من كل طلعه شمس. اكيد نعم، حياتنا يقول حياتنا كلها دقات وكل دقه بتعليمها مما تعلم من اللي فات حياتنا مالها. فشرط انك تتعلم من كل شيء، السفر، المجازة، المغامره. اقول اتمنى انك تكون سليم وسعيد ومستانس في هوايتك من داخلك، شرط اساسي. برافو عليك، الله يوفقك. ترى راعي قانص ما شاء الله تبارك الله قال الكلام ذا لانه راعي قانص وراعي بر وراعي خبت وما يخاف من الجن، ما يضرب لهم حساب. وما شاء الله على شيء كذا قال بالحرف الواحد كل الكلام هذا ما شاء الله تبارك الله. عرفتم الحين من الرحله ايش تعلمت؟ اشياء كثيره وقالها الرجال الطيب قد حافظه. وبرك الساعه واسعد اللحظه ابو صقر، والله شرفنا فيك والله. الله يعطيك العافيه. يا هلا يا جماعه الخير، الله يعطيكم الصحه والعافيه. اشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم وعلى مشاهدتكم تغطية اليوم التاسع على طريق الهجرة النبوية الشريفة في رحلة وكان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحب أقول لكم بكرة إن شاء الله بإذن الله الساعة 10:30 صباحا راح يكون عندي لقاء على إذاعة الرياض برنامج الهوى سعودي. راح أكون إن شاء الله بإذن الله بث على الهواء مباشرة على إذاعة الرياض في برنامج الهواء السعودي الساعة 10:30 صباحا إن شاء الله بإذن الله. يا رب أكون في منطقة فيها شبكة إن شاء الله، حتى تذكروني قالوا لي أهم شيء تكون في منطقة فيها شبكة، لأني بدخل بكرة في وادي تقريبا منطقة اسمها النويبع، قالوا الشبكة كويسة فيها إن شاء الله بإذن الله. سألت الأهالي الناس اللي يجوا في المسجد هنا قالوا الشبكة كويسة، شبكة زين أقوى في المنطقة، لكن إن شاء الله بإذن الله شبكة الاستيزي تكون كويسة إن شاء الله بإذن الله. أكون الساعة 10 إن شاء الله يعني أخذ منطقة كويسة وأروح فيها إن شاء الله بإذن الله. والآن راح أعمل بث مباشر عبر حسابي في التيك توك، واللي حاب يضم معنا سهلا بث لمدة ساعة قبل النوم الساعة 11:30، 12:30 راح نوقف البث. اللي حاب يضم معنا عبر حسابنا عبر حسابي في التيك توك حساب المغامر عبد الله العنبري، حياكم الله. عنده أسئلة، عنده استفسار، حياكم الله ويا وأهلا وسهلا فيكم، وتصبحون على خير وسلام عليكم. طبعا جماعة الخير أنا جاتني إصابة هنا في المنطقة هذه، بسمع صوت طق طق، بس الحمد لله معايا موف بسمع صوت طق كل شوية في المشي، والله تعبت، هذا اللي تعبني اليوم صراحة، تعبني مرة. كذا أحس مرتاح ماشي والله، قاعد أسمع صوت طق 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 تخبير كل مرة أمشي، تعبني.
Thank you.